امبارح كنا نحكي عن كلمة راحت بس ما رجعت، كلمة لو كل واحد سمعها يمكن تغير أشياء كثير بحياتنا، تتغير صور كثير قدامنا. كلمة يمكن يكون معناها موجود كل واحد فينا، بس أنا ما بعرف ليش هيك عم بصير معي. يمكن أنا الغلط، يمكن الحق علينا كلنا بالأشياء اللي عم بتصير. تعرف انه هذا الموضوع ما لازم حدا يعرفه؟ بس انا ما حكيت له. ولا كيف عرف يعني؟ اسمعي عمر، اول واخر واحد بيعرف هذا الموضوع. بس انت انا شو شريف؟ انا كنت اقول لك انه ما تعصب، عشان انا ما بحب اشوفك معصب. شو صار معك انت عمر؟ خلصت المعاملات؟ لا والله لسه ما خلصنا. ليش شو المشكلة؟ والله ما بعرف. انت شو عامل؟ والله هنا عادي. كيف شغلك؟ والله تمام. كيف الشباب؟ صحتي. انا عمر، كيفك؟ كيفكم؟ تمام. شو اخبارك؟ شو اخباركم؟ شو عاملين؟ والله هنا عادي. طب ليش ساكتين؟ الو. اهلا هدى، كيفك؟ تمام الحمد لله. والله قاعدين انا وعامر شريف. ليش؟ اسمعي، اذا ما عندك اشي مري خلينا نشوفك شوي. لا خلص اوكي، مش مشكله. ماشي ماشي اوكي. ماشي ماشي اوكي. سلام. صحيح شريف، ذكرت حكي معي المهندس اليوم عشان البلاط. تعرف هذا الموضوع قديش في زمان لازم يخلص؟ طب شو اعمل يعني؟ ما احنا حكينا بالموضوع، اتفقنا مرة انا مشغول مرة انت، يعني لازم نمشي الشغل. ولا لا يا عامر؟ صح، بس انا مالي دخل. يعني لازم يمشي الشغل؟ بتضل هيك الموضوع شكله ما راح يمشي. سكر لي على هالموضوع. يعني هلا سكر على الموضوع.
هاي هدى. أهلا شريف. كيف؟ تمام، أنت كيف؟ ماشي الحال. شو في أخبار جديدة؟ ما في أخبار. بدك قهوة؟ أوكي. ما عندك ساكتة؟ ما في شيء. شكلك مرضى. في شيء؟ شريف تحكي لك شغلة. عمر حكى معي امبارح وقال لي بده يشوفني. رحت معها بالسيارة، مكان كتير بعيد، أول مرة بروحه، شارع كبير ما فيه ولا حدا، فوقتها عمر ضربني.